وصية نتنازل عن قضية والموقف خلى وصية نتنازل عن قضية والموقف اليوم احنا كنجسدوا واحد الاعتصام انذاري. هذا الاعتصام توج واحد المجموعة ديال النضالات ومجموعه ديال التحرك او احتجاجات ديال الاساتذه تضامنا مع الموقوفين. كذلك هذه التوقيفات اللي جات يبان واحد الحراك اللي كان عنده غنقولوها لم يكن له مثيل في المغرب بهذا الشكل وبهذا النفس. هذا الحراك اللي جاب واحد المكتسبات ولكنه لم يصل الى عفوا ان المكتسبات اللي جبناها مازال ما وصلش لكاع المطالب ديالنا في الوقت اللي كنا قلنا في السيمانه والاسبوع اللي حنا قررنا اصلا نوقفوا. فاذا به انا كنفاجئ بان الدوله كتنزل علينا بهذه التوقيفات وضمن منها ان هذه التوقيفات سوف زعما سترهبنا او انها ستجعلنا نتنازل. والحال اننا نقول ان هذه التوقيفات لن تزيدنا الا اصرارا وصمودا وغتزيدنا ثباتا. وحولنا ان هذه التوقيفات هذه غتخلينا نزيدوا التصعيد. والحال ان اليوم درنا انذار بيومين من بعد راه نقدروا نديروها اكثر ونقدروا كي قلنا قبل نرفعوا الشكل ديالنا للاعتصام امام البرلمان او امام الوزاره. المهم الاشكال هي غاديه في تطور. الشكل ديالنا ماشي شكل معزول، كاين الشكل ديال جهه سوس مسا، كان جهه سوس مسا عفوا، وكان كذلك الشكل في بوعرفه كان جديده، ودابا راه كاين اشكال اخرى غادي تبنى احتجاجا على هذه التوقيفات التعسفيه اللي ما احترمتش نهائيا للمساطر، ما احترمت حتى شي حاجه، كاننا ارتكبنا واحد الجرم هذا والجرم. والحال ان اللي خرجنا نحتجوا هو ذاك النظام ديال المآسي اللي هبطته الدوله على الشغيله وبغاوها نقبلوه. هذاك النظام الاساسي اللي جا كيضرب في الوظيفه العموميه، جا باش يفككها، وكذلك باش يضرب في الخوص يضرب في العموميه او في المدرسه العموميه من جهه كتسريح عمليه تسريح الطريق لخوصصه التعليم. اذا حنا هنا اليوم صامدين، كتشوف الاساتذه كيفاش نزلوا بقوه احتجاج النهار كله تقريبا كانت زياره تضامنيه، وهذا شي حاجه مفرحه لينا. كنشكروا الاساتذه كلهم، كنشكروا كاع النقابيين وكاع الحقوقيين اللي جاوا ازرونا، كاع الناس اللي هزه الهم ديالنا واللي جات من تنظيمات حقوقيه وتنظيمات كي قلنا تنظيمات نقابيه وتنظيمات حقوقيه اللي جات قدم ازرتنا. لهذا كنقولوا ان اي توقيف او اي اجراء تعسفي ضد الاساتذه حنا كندينوه، ومن هذا المنبر ندعو الوزاره الى سحب كل التوقيفات الجائره دون استثناء، لان اي استثناء سيزيد من اشعال فتيل. اليوم من حق الاساتذه او من حق عفوا التلامذ ان يلقوا الاساتذه ديالهم، لان كل موقف الا وعنده واحد تقريبا 10 سعود 6 ديال الاقسام. هذه الاقسام كنلقاو بزاف ديال الاساتذه اللي مازال ما تعوضوش، مازال دابا حنا النهايه ديال الدوره الاولى وهاد التلامذ ما عندهمش اساتذه، وهذا اشكال في حد ذاته خطير. يعني على الاقل ملي وقفتي الاساتذه اعطي التلامذ عوضهم وخليهم ياخذوا حقهم الطبيعي في التمدرس، ماشي يشوفوا الزملاء ديالهم تيقراو وهما ما تيقراوش في الوقت اللي ولات الحياه رجعات للمدرسه العموميه. اذا حنا واقفين هنا قدام الاكاديميه الجهويه سوس مسا بعد ما خدنا اليوم نهار كله اضراب عفوا اعتصام وغدا كذلك اعتصام. علاش؟ لان عندنا توقيفات، عندنا هجومات اللي هي على المعركه ديالنا. حنا كنقولوا بان التوقيفات راه ما كتستهدفناش كافراد، بل مستهدفه نضال تشغيله التعليم. الغرض ديالها شنو هو؟ هو ايقاف الزخم النضالي، هو ان هذه المعركه هذه تحبس، هو ان هذه النضره تقبر. حنا الميساج اللي كنقولوه وقفتونا لحقاش كنا كناضلوا، حنا غادي نناضلوا، حنا موقوفين غناضلوا باش اننا نقولوا هذه التوقيفات هي توقيفات سوريه وتعسفيه، ونقولوا كذلك بان البديل اللي غادي ناخذوه ماشي وساطات، ماشي نوع من نوع كما كنقولوا من التسول، ولكن هو خيار النضال، لاننا اصحاب قضيه عادله ومشروعه، ولاننا بكل بساطه لم نرتكب جرمه لكي يتم توقيفنا، ومعركتنا راه مازال متواصله. كذلك اليوم هذا الاعتصام هذا اللي كاين لمرفق بوقفه الشموع مع مبيت ليلي، بغينا نقولوا فيه باننا فاش كنقولوا سنصعد في نضالاتنا فراه كنعنيوها وكناكدوها. علاش؟ لانه اليوم يتم الهجوم على حريات التعبير، يتم الهجوم على الحريات النقابيه، يتم الهجوم على الحق في الاضراب، وهذا هو الخطير جدا. يتم الهجوم اليوم على المعارك بشكل سافر،
يتم اليوم نوع كما كنقولوا مزيد من التضييق، ويتم كذلك اليوم تضييع الحق ديال ولاد وبنات المغاربه في التعليم. هذا الاساس اللي موقفه الدوله اليوم، راه مكانهم الطبيعي هو الاقسام ديالهم، ولكن هي موقفاهم. علاش موقفاهم؟ باش انها تحاول تعاقب من خلالهم وباش تخلع من خلالهم. حنا كنقولوا ما خلعتناش المحاكمات من قبل، ما خلعناش القمع من قبل، ما خلعتناش التوقيفات العام الفايت، وما خلعتناش المجالس التأديبية، ولا زلنا بنفس العزيمة بنفس الإرادة وبنفس الإيمان بشرعية وعدالة المطالب ديالنا. أكيد الحركة ديالنا ستواصل نضالها. تحية لكافة الأساتذة الموقوفين والموقوفات على الصمود ديالهم، على الفهم الحقيقي ديالهم لا صلب بهذا التوقيف هذا. تحية لعموم الشغيلة التعليمية على المعارك البطولية اللي خاطها، ونحن كنقولوها كذلك بأن ما زال بشعبة شغيلة التعليم الكثير من الملاحم لكي تخوضها، لأنها شغيلة كما كنقولوا عندها مطالب، ولأن الهجوم محتد ولا سبيل إلى النضال. سنواصل المعارك إلى آخر رمق.